خمس سنين وقت شو اسمه ضرب الميتة وشو صار؟ بعدين طبينا أغراضنا ورحنا على الفندق. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. تقريبا نحن يوميا بيجينا مكان بيجونا ناس بدهم يحطوا اولادهم بالميتم ما عاد نقدر نحن نستوعب. كثير بتضايق، كثير بتمنى اقدر نستوعب كل اللي بيطلبوه ويكونوا فعلا بحاجه. يا مهدي اذا بطلع منه انا بحس مستقبلي حيضيع بدون الميتم. لا الحمد لله مديرتنا ما بتأثر علينا وأنا بحط أمل كبير إني بدي أطلع محققة وحقق العدالة هيك. بقول الله يفرج على هالبلد وترجع مثل ما كانت وأحلى. بلدنا حلو كتير وأسافتها. بتمنى يعيشوا أولادنا أولاد الأيتام بحياة مثل ما نحن بنتمناها.